وعلى هامش الزيارة افتتح محافظ صلاح الدين ووزير العمل قسم الحماية الاجتماعية للمرأة في المحافظة، وفيما أشاد الوزير بجهود المحافظ الداعمة لخطة الوزارة في تحسين أوضاع المواطنين. شكر المحافظ وزير العمل لاهتمامه بأوضاع أبناء المحافظة من خلال زيارات متكررة لأكثر من مكان، مبينا أن هذه الزيارات من شأنها إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه عمل موظفي الأقسام التابعة للوزارة، فضلا عن تقويم الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. طبعا احنا من هذا المكان نرحب مرة أخرى بمعالي وزير العمل في زيارته الثانية إلى محافظة صلاح الدين بعد تولي منصب وزير العمل. الزيارة الأولى كانت ناجحة، وحقيقة مع الوزير كان له الفضل والدور الكبير في شمول عدد كبير من أبناء المحافظة من المستفيدين من دائرة الرعاية الاجتماعية، وأيضا بدأ بالمناطق الأكثر فقرا بالأقضية الأكثر فقرا، وكان هناك جهد كبير لموظفين الوزارة. احنا هاي البناية اليوم افتتحناها بتمويل من المحافظة، افتتحها معالي الوزير، وهذا يعني يأتي بالتعاون الكبير والتنسيق الكبير بين المحافظة وبين الوزارة، وزارة العمل، من أجل إنجاح يعني عمل الوزارة في المحافظة وشمول أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمعونات الاجتماعية المقدمة من قبل الوزارة، وأيضا من أجل تسهيل مراجعة المواطنين إلى الدوائر والدوائر وزارة العمل. فهاي البناية افتتحناها وراح نرمم وراح نبني أيضا بنايات أخرى لوزارة العمل بالتنسيق مع الوزارة، حتى نقدر نقدم خدمة أفضل وأكبر للمواطنين في محافظة صلاح الدين. اليوم نحن مرة أخرى نقف في صلاح الدين، هذه الزيارة الثانية لمحافظة صلاح الدين، وسبق وأن وقفنا فيها قبل 8 سنوات إلى 9 سنوات، وقفنا مع باقي صنوف القوات المسلحة وإخواننا من الحشد الشعبي محررين ومدافعين عن هذه المدينة العزيزة، نقف على هذا التراب الذي اختلطت فيه دماء أبناء الوسط والجنوب مع دماء أبناء محافظة صلاح الدين من أجل دفع السوء وتحرير هذه المدينة. اليوم نقف لنساعد ونساهم في بناء هذه المدينة وتقديم العون والمساعدة لأهلها. مهمتنا في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ترتكز على إيصال المساعدات، إيصال الإعانة الاجتماعية إلى كل مستحقيها، إلى جميع المستفيدين في هذه المحافظة وباقي المحافظات. لغاية الآن أكثر من 90,000 تم شمولهم من أبناء محافظة صلاح الدين بإعانة الحماية الاجتماعية، وكذلك فيما يتعلق بدوائر الوزارة الأخرى، دوائر العمل، دوائر الصحة والسلامة المهنية، أيضا هنالك متابعة لها وهنالك عمل دؤوب من أجل تفعيلها لشمول المستفيدين منها برعاية هذه الدوائر. اليوم المحافظة عدد الذين تقدموا للبحث فيها خلال حملة البحث الاجتماعية الكبرى بلغ 109,000 خلال التقديم الإلكتروني والتقديم الورقي، 109,000، تم بحث 104,000 لغاية الآن. الذين شملوا كما ذكرت تجاوز العدد 90,000 مستفيد. ما يهمنا في قضية الشمول أن يوزع الشمول وفقا للنسب السكانية وخط الفقر على جميع أقضية ونواحي وأحياء وقصبات المحافظة. منذ بدأنا تسلمنا الوزارة إلى اليوم نعمل من انطلاق حملة البحث الاجتماعي الكبرى وحملة الشمول الكبرى، نعمل على أن تكون هذه الحملة وفقا للإحصاءات السكانية لعدد النسبة السكانية ولعدد الذين هم تحت خط الفقر. احنا الآن مضى ما يقارب العام على استلامنا لهذه الوزارة، من 1/11 وإلى اليوم تجاوز عدد المشمولين في المحافظة أكثر من 30,000. الأسبوع الماضي أعلننا عن قبل 3 أسابيع أعلننا عن الوجبة الخامسة، والأسبوع الماضي أعلننا عن ملحق الوجبة الخامسة. كانت الملحق الوجبة الخامسة الحصة الأساسية فيه لخمس محافظات، صلاح الدين كانت واحدة من هذه المحافظات باعتبار الذين هم فوق خط الفقر في الوجبة الخامسة كان عددهم كبير. سنطلق إن شاء الله في الأسبوع القادم مع منتصف هذا الشهر سنطلق الوجبة السادسة، وسيكون أعداد المشمولين فيها أعداد كبيرة. سنعمل على أن يتركز الشمول في الوجبات القادمة على المعاقين
والعاجزين وعلى فئة النساء بالإضافة إلى شمول الفئات الأخرى، ولكن سنعتمد على الأولى فالأولى بالتدرج من خلال هذا الشمول، وسنعمل بإذن الله تعالى على متابعة التدقيق. أيضا هناك إبلاغات تأتينا من كل المحافظات، محافظة صلاح الدين وصلتنا منها إبلاغات كثيرة، فضلا عن تقاطع البيانات هناك مواطنين متعاونين يبلغون عن المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية الذين في الحقيقة لا يستحقون الشمول ولا يستحقون أن يأخذوا هذه الإعانة، ولكنهم للأسف الشديد ينافسون المحتاج والعوائل المتعففة ومحدودي الدخل على 200 و 250 ألف. دورنا أن نتابع، دور المواطنين أن يبلغوا دوائر الرعاية الاجتماعية، لدينا أرقام ساخنة ولدينا أقسام منتشرة في المحافظة بالإضافة إلى هواتفنا، أنا كوزير الأخ رئيس الهيئة كل المدراء العامين والمسؤولين هواتفنا مفتوحة، الإبلاغ عن المتجاوزين حينما تكشف متجاوزا على شبكة الحماية أنت قدمت عونا لمستحق ينتظر أن تصله هذه الإعانة. معالي الوزير، يعني منذ تسلمكم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هناك خطوات كبيرة خطيتموها، اولا منصه مهن ورواتب الرعايه من الطلبه، نتكلم اليوم عن ملف الضمان وتقاعد العمال، اين وصلت مستجداتها؟ قانون تقاعد وضمان العمال الذي تم تعديله في الشهر الخامس من هذا العام نشر في الجريده الرسميه بعد مصادقه رئيس الجمهوريه في اواخر اب من هذا العام، سيدخل حيز التنفيذ في نهايه الشهر القادم، لذلك اعددنا تعليمات تفصيليه لتنفيذ هذا القانون، وسنبدا حمله تستغرق، سنخصص اسبوعا لقانون التقاعد والضمان، سنبدا بهذه الحمله لان مستوى الثقافه والعلم بهذا القانون للاسف الشديد لا زال منخفضا عند كثير من ناسنا. خلاصته هو باختصار هو اسمه قانون الضمان، يعني هو ضمانا للعامل، ضمان راتب التقاعدي وضمان لاولاده وعائلته بعد عمر طويل. استقبل اليوم محافظ صلاح الدين معالي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ أحمد الأسدي في مبنى المحافظة الجديد، بعدها توجهوا لافتتاح دائرة رعاية المرأة في حي القادسية. هذه الدائرة حقيقة أنجزت من قبل إدارة المحافظة بدعم إدارة المحافظة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عقد هناك مؤتمر صحفي وأعلن من خلال السيد الوزير عن أن صلاح الدين لحد الآن يعني حدثت بحدود 104 ألف اسم من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، ولحد الآن ظهرت بحدود 30 ألف اسم، والعمل جاري على استكمال كل الإجراءات الخاصة بالشمول الموجود من دوائر الرعاية الاجتماعية. وبعدها أكد السيد الوزير على أنه وجود بعض الأسماء التي هي مستفادة من مبالغ دائرة الرعاية، ولكن ظهرت أسماء لديهم مشاكل في موضوع أنه عندهم رواتب أخرى أو عندهم أملاك، بالتالي عليهم مراجعة الوزارة أو الدوائر، وفي حالة عدم المراجعة سوف يحال الموضوع إلى القضاء. بعدها تجول السيد الوزير يعني ضيف المحافظة مع السيد المحافظ بعدد من دوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وطلع على مراحل الإنجاز وكذلك على إجراءات المتبعة في تقديم الخدمات للمواطنين. تعرف حضرتك صلاح الدين فيها يعني كم هائل من المحتاجين إلى يعني مبالغ دائرة الرعاية الاجتماعية بسبب الظروف اللي مرينا بها خلال فترة دخول عصابات داعش وما خلفت من معوقين وكذلك من دواء من عوائل يعني نزحت ولا يوجد لها أي مبالغ سواء رواتب أو حتى الموظفين. السيد المحافظ أعلن خلال أيضا المؤتمر عن دعم محافظة صلاح الدين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن خلال تأثيث الدوائر وتأهيلها الموجودة بالوزارة وكذلك تقديم كل العون مدراء الدوائر الموجودين، وقسم من الدوائر حقيقة هي ضمن الدوائر منقولة الصلاحية للمحافظة وقسم منها تابعة للوزارة، نعمل بحقيقة بخطين متوازيين مع المحافظة ولا يوجد تقاطع مع الوزارة. إدارة المحافظة تسعى إلى تقديم كل ما تستطيع من أجل انتعاش الاقتصاد المحافظة وكذلك القضاء على البطالة والقضاء على حالة الفقر الموجودة في المحافظة.